suis un AI engineer. Next one next AV German institution. Je suis un Nvidia Jetson specialist, ambassador, instructor. En même temps, je suis l'un des Nvidia Robots. C'est une plateforme, c'est une framework et un GPU accelerated data science contributor. Je suis un GitHub Campus advisor. Je suis un deep learning AI ambassador. En même temps, je suis un assistant professor de l'Académie d'aviation militaire. De l'armée de division, bien sûr. Une présentation de l'avion, je parle beaucoup de choses. Tout ce qui est AI powered autonomous machines. Je parle de l'avion, comme un effet de qui fait que je passe drone, qui fait que je passe robot, mais il est autonome. À 100%, il parle de l'avion, à 100%, il prend des décisions à 100%, il n'est pas de l'environnement de l'avion où je suis. Nous savons comme un peu comme des codeurs. Est-ce qu'on dit que des codes viennent, est-ce qu'on dit que C, est-ce qu'on dit que Python. Je ne sais pas si quelqu'un a fait comme moi, je ne sais pas si des robots, ou des petits engins, ou des hackers, ou des mohages de l'IoT. Voilà. Enfin, il y a un peu de. Enfin, il y a un peu de. Enfin, il y a un peu de partie Hibiki, dans l'Edge Computing. ولكن لي فريم ورك اللي باش نخدموا بهم اليوم هما دي فريم ورك سبيسيال خاطر اسونسيالمون الهاردوير اللي باش نخدموا بيه باش نخدموا بيه الهاردوير سبيسيال باش اول حاجه ساعه البريزنتاسيون تاع اليوم هي انفيديا جاتسون اي جي اكس اي اي باورد اوتونومس ماشينز الانفيديا اي جي اكس هي الكارت هذي الكحله الصغيره AI powered autonomous machines هما لي ماشين اوتونوم كو سوسوا دي درون و دي روبو اللي اسونسيالمون 100% يعتمدوا الانتيليجونس ارتيفيسيال باش ينجمو يخدمو و باش ينجمو يعملو لي تاش المطلوبين سوف الاجندا نتاع اليوم اول حاجه احنا باش نحاولو نخدمو فيها هي friendly introduction to Jetson AI family enfin l'Nvidia Jetson هاي الفامي هاذيا شنيا هي شنو هما مختلف لي كارت شنيا مختلف لي موديل essentiellement la première chose شنو هو الفرق ما بين هذه الكارت هذو الحاجه الثانيه باش نحكيوا على باي تاش دي كيو ان هنا باش نحاولوا نعملوا طله صغير على شنو هو دي فورس من ليرنينغ سي تان نيفو ان تو بيتي بو افونسي في ديب ليرنينغ العادي ولكن بارك الله عليكم جون سي سور كوكو باش تنجموا تخدموا فيها الليفل هذايا البارتي الثالثه باش نحكيوا على سي بلس بلس علاش مش بايثون؟ شنو الفرق ما بين بايثون وما بين سي بلس بلس؟ فوالا خاطر احنا من بعد باش نحكيو لو بون من الاركيتكتور نتاع الكارتة اللي باش نخدمو فيها باش نحاول نوريكم علاش من الأهمية الكبيرة نتاع سي بلس بلس وشنو هو الانتيري نتاعو في الأسبي داكسيليراسيون اونتر نو ماحناش باش نبقاو نحكيو في هكا باش نخدمو بايثون أي من بعد ولكن أهم حاجة علاش نخدمو في سي بلس بلس كيفاه تصير الكومبيلاسيون نتاعك وشنيا هي الحاجة اللي باش تعطيني لي سي بلس بلس اون تيرم نتاع طون ديكزيكسيون ريسورس فوالا و جيستيون دو ريسورس البارتي اللي من بعد هي 3D روبوت سيموليشن نحكيو على دو سوليسيون سوليسيون الاولانية تراديسيونيل هي حاجة نسميوها غازيبو و سي ان انفيرونمون اللي نعملو بيه لي سيمولاسيون على لي روبو نتاعنا ولكن غازيبو نعرف سي دو اولد سكول كوا ولكن شنو هذا هو الانجو هنا نحكيو على لي سيمولاتور الكبار اللي نسميوهم انفيديا ايزاك به البارتي الاخرانيه باش نحكيو على الكونتينيوس كونترول enfin نتصور برشا منكم حتى ولو باش نفهم شنو معناه reinforcement learning ولكن يبقى ديما السؤال كيفاه الروبو نتاعي باقي ياخذ في دي اكسيون من الالغوريتم هو ديجا تو باقي دوك الموتورات نتاعي كيف تتحرك لي سيرفو موتور نتاعي كيف يتحركوا كيف ليكيليبر باقي موجود لي سانسورز اللي ناخذ فيهم كيف باقي يمشيو البارتي الاخرانيه باش نحكيو على اوتي نسميوها اونلاين ترانسفير ليرنينغ enfin ce sont des astuces ما تبقاش تضيع انتوما في برشا وقت في الاسبان تاع البروغراماسيون هذوك في زوتي لا تنجمو انتوما تستعملوهم يربحوكم في برشا وقت به اول حاجه ساعه
خلينا نحكيوا على الانتليجنت ماشينز. فيكم قبل كنا نصنع الروز لي ولا حاجه هكا؟ ليه برشا اسمعوا ما يقولوا بلا سمعتوهم سيفر سيفر بيجين ها فيتور دو ستاك ها مشكلتنا ديما في التليكوموند ريموت سنشينغ حاجه كيما باهي سوا ديزون احنا التليكوموند اسكو هو ينجم يخدم وحده لا لازم فوالا لازم درنا نعملو ابرونتيساج معناها ديما المشكله الكبيره انه كيفاش باش نخليو الروبون تاعنا يخدم اوتونوم بلا غير ما انا نبقى نهار الكل شادد عليه الكونترول ونبقى انا نتحكم وناخذ في هكا لي زاكسيون هذوك انفان ليدي الكبيره هي انه علاش احنا الروبو هذاك ما نحاولوش نخليوه انتليجون ويكون هو يتعلم وحده ويولي هو ينجم ياخذ لي زاكسيون تاعو اون كاو شيف اوبستاكل يولي ينجم يبعد عليه ليديتي اون كاو عنده ميسيون معينه يبقى ديما يتبع فيها كو سوسوا في معمل كبير والا في مصنع والا في حاجه وصار اي نوع تاع اوبستاكل ينجم اون طون ريال ليفيتيها ويعاود يرجع للليني نتاعو ولا لا انفان الانتليجنت ماشينز اليوم نلقاوهم في لي سيكتور الكل كو سوسوا دي درون كو سوسوا كراهب اوتونوم كيف ما تسلا كو سوسوا دي روبو حتى فما دي روبو اللي ينجموا يعملوا دي زوبيراسيون على مرضى ولكن ديما الاسبي اللي نحكيو فيه احنا توا شنو هو اللي يخلي هذي روبو هذوما انتليجون بالطريقه هذيك؟ جا عمي يقول لك عنده دو ماشين وعلم ماشين كود وماشين ثاني في كود حاجه هيك كي بدو يكودو ويديرو ماشين الزوم يتعاملوا معناتها يكومونيكو مع بعضهم يتعلموا ولا فيرسيون ريبيتد معناتها وكل سي ديجا طفوا الاخرين بدو مع شيفهم في الكود نتاع الاتيليزاتور اللي حطهم هو بدو يكومونيكو مع بعضهم بحاجه اخرى كوم سي معناتها صحيح لونجاج اخرى كوم الاتيليزاتور بقى يحطهم أفضل أنا اليوم ولا بس نحاول نقرب شوية للنيفو هذايا بس نحاول نفهم كيفاش الأورديناتور هذايا اللي احنا بس نحطوه في وسط الروبو بس وليزون خلينا نسميوه سيرفو صغير بس نحطوه في وسط الروبو كيف بس ننجم يفهم وشنو هو الفكرة اللي موجودة عنده ولا اللي زاكوليت من في وسطه اللي يخليه يشوف الدنيا بالفصان اللي هو يشوف فيها به اي اي ابي اتش افضل باش نوصلو نخدمو الروبو اوتونوم فما بليزيور كريتير لازم نديرهم يتحط الحاجة الأولانية نتاعنا أنه يلزم يكون فما باندويت كبير يلزم الليتنسي نتاعنا تكون محددة بطريقة باهية حاجة أخرى لازم ندنا نخدمو على البرايفسي ولازم ندنا زادا نخدمو على الكونكتيفيتي نفسر الكلام الروبو نتاعنا يلزم يكون قادر أنه يعمل ديكونيكسيون مع دي زانترفاس وحاجات أخرين وإلا مع دي روبو وحاجات أخرين إذا كان نحب نوصفوها بوصف مزيان نجمو نقولو إنه إحنا جايين باش نوصفو نعملو أريزود نران ولكن لي نران هما عبارة على دي روبو موجودين ولي زانتراكسيون اللي باش تصير ماهيش باش تصير بلي نران ولا ما بين لي نران ولكنها باش تصير ما بينات لي روبو هاكما لي بارتي الأخرين نصار في لي سلايد اللي من بعد باش نحكيو عليهم بدقة أكبر أنفون باش نوصلو نعملو دي روبو ذكيين بهالطريقة هذي ولا بهالدرجة هذي الحاجة الأولانية نتاعنا الساعة لازم نتلنا نفهم اليوز كيس نتاعنا واللي هو أهم سؤال علاش أنا مصنع في روبو أنفان السؤال هذي مهما يبانلكم انتم بسيط ولكن صدقوني هو أهم سؤال ينجم يتسأل في أي نوع نتاع بروجيكت علاش أنا مستحق باش نمشي نصنع روبو أنا لو طوني أنت قدرت تجاوب على هالسؤال هذي انت نجمت تعمل ايتاب كبيره في الخدمه اللي عاده نسميوها ميشن اناليسيس يلزمك تعمل ديزاناليز على الميشن تاعك تفهم علاش انت باقي تصنع ولا ديفلوب في هالحاجه هذيا وتولي انت كاينك جاوبت على برشا اسئله باش يحلوا لك بهم المشاكل في لي بارتي اللي من بعد تولي تعرف لي زالغوريثم اللي باش تخدم بهم تولي تعرف لي كابتور اللي باش تحطهم اسكو انت باش تستحق بليزيور كاميرا ولا كاميرا واحده اكا هو اسكو انت باش تستحق كالكول كبير برشا ولا انت باش تستحق كالكول صغير وحاجات كيف من هكا ليتاب الثانيه لازم قلنا نحددوا نوعيه اللوجنينغ اللي باش يصير للروبو اسكو انا باش نبقى نعرف في الروبو نتاعي حتى وين ينجم ياخذ ديزاكسيون
وإذا الروبون تاعي ينجم يتعلم وحده أترافير لي زيكسبيريونس ينجم هو ياخذهم في الحياة نتاعه. وهذا اللي نسميوه أرى. ديجا من بعد باش نزيدو نحكيو فيه reinforcement learning. من بعد باش نزيدو نحكيو فيه ونفسروه بالبهيمة. البارتي الأخرانية هو إذا كان نبداو نحكيو شوية بالأجيال. إذا كان إحنا عندنا روبو أتنام. فبالتالي راهو باش يمشي يعمل بروسيسينغ نتاع الداتا كبر برشا. نتصور هكا. الداتا كبر برشا لهنا نحكيو على دي سنتان دو جيجا و دي تيرابايتس اوف داتا. ولكن اسكو لي روبو نتاعنا العاديين قادرين انهم يعملوا هذا التراكمون هذايا؟ صعيب شوية. انفان هكا علاش جاب برودوي جديد والا بلاير جديد في الماركت نتاعنا اللي هما البرودكت لاين اوف انفيديا جاكسون. نعاود ديما نرجع نسألكم، انتوما لي كارت اللي تستخدموا فيهم، نتصور في العادة ديما تستخدموا الراسبيري باي. هكا ولا؟ شنو هما لي موديل تاع الراسبيري باي اللي انتوما خدمتوا بهم؟ باي 4؟ بي 4 3 بي. احنا على وقتنا نخدموا بالراسبيري باي دو، مسكنا لا وي في، لا بلوتوث، فيها 1 جيجا دو رام. تو بيكات فيها 4 ولا فيها 8 جيجا تو باهي برشا. وحتى راسبري باي تو ولات تخدم دي ميكرو كونترولور اللي هما راسبري باي بيكو. باهي ريتورن قبل راسبري باي راسبري باي بيكو مثلا انوار ونور نعرف القدوم. ولكن المشكلة في الراسبيري باي انه فيها CPU ولكن ما فيهاش GPU كبير اللي قادر يعمل التراتمون تاع لي دوني. خلينا نعاودو نسألو سؤال واحد اخر، شنو هو الفرق ما بين CPU وما بين GPU؟ وعلاش احنا نستحقوا برشا GPU باش نوصلو نعملو الكالكول الكبير نتاعنا؟ خاطر فيزوال نعملو في التراتمون تاع لي زيماج الحالة نتاعنا. بيه والتراتمون تاع لي زيماج فان هو عبارة على شنو؟ دي ماتريس. يعطيكم صح، التراتمون جرافيك اللي هما عبارة على دي ماتريس اللي هما عبارة على كالكول ماتريسيال كبير. انفان في مرحلة ما السي بي يو ما عادش باش يولي قادر انه يعمل هالكالكول الكبير هذايا الكل. وهكا علاش احنا لهنا نوليو نحولوا الكالكول من انه باش يصير في السي بي يو يولي يصير الكل في الجي بي يو. ومن هنا جينا للمشكلة الكبيرة. انه لي سيستم امباركي ديما عندهم دي ليميتد ريسورسز، ما نجمش انا نستنى من كارت راسبيري باي باش تعطيني هالاماونت الكبير نتاع هالكالكول ولا لونفيرونمون الكبير هذاك. هكا علاش احنا لهنا جينا لفامي جديدة نتاع لي كارت نسميوهم جيتسون. باهي خلينا نعملو مقارنة بسيطة. انفان لي فامي جيتسون هذوما هما عبارة على دي سينجل بورد كمبيوترز، دي زورديناتور صغار على الداخل ولكنهم اورينتي باش نمشيو نخدمو بيهم الارتفيشال انتليجنس والا ديب ليرنينغ في وسط لي امبيدد سيستمز. معناها لازم تنا نصنع دي روبو اللي يكونوا موجودين فيهم دي كارت جاتسون هذوما، ولي كارت جاتسون هذوما هما اقوى برشا ويعطيونا دي ريسورس ماتريال كبيره برشا بارابور الحاجات التراديسيونال اللي موجوده عندنا. باهي انتوما تبارك الله حكيتوا لي توا من بكري على راسبيري باي كارت هكا ولا؟ راسبيري باي كارت قد ايش فيها راه؟ 4 بي 4 اي مالي السيدي اللي موجودين في العالم الكل 4 و 8 باهي. انفون في البرودكتس نتاع الانفيديا جاتسون عندنا اكثر من 32 جيجا دو رام. باهيين كوا 32 جيجا دو رام مزيانين. باهي اون كارو 32 جيجا دو رام ما يكفيوكمش، علاش ما نزيدوش شويه؟ علاش ما نزيدوهمش 32 اخرين جرافيك؟ باهي نتصور. باهي ستوكاج وقت اللي احنا نخدمو بالراسبيري باي نبقاو ديما معتمدين على لي كارت اس دي. علاش احنا ما ناخذوش كارت
اللي تنجم نحط فيها ديسك اس اس دي واللي تنجم توصل تقرا لي 8 تيرا بايت اوف داتا. علاش ما تكونش فيها هي موجوده فيها ميموار نتاع 8 تيرا اس اس دي؟ وفي الكارت هذه نسميوها جيتسون إكزافير اللي هي هذه. واللي هو بور لو مومون اقوى نوع نتاع اورديناتور في الادج كومبيوتينغ في العالم. نعم سامحني. الكارت هذه الكارت هذه اول ما تصير بتسمها 160 دولار. بعد ده وصل 1500 out of production ولد فما ديزيديسيون ليميتي ما تتباعش لو حد مش تمشي الامازون ما تلقاهاش مش راح بيع على اي باي اللي مش اي باي جملة يلزمك تبعث انت دوموند انفيديا باش ما يعاودوا يرجعوا واسفوار ما يشوفش ذاك كل شيء باهي خاطر ديال الدراسه معناها انت تاخذ بي سي تاخذ اكثر من 100 دراسه قصدك كيف تخمم فيها اي كيف بالطريقه هذيك تلقاها بحساب باهي بحساب باهي باهي اما لا تسمح نجيو كلمه بالحساب السؤال علاش انا باش نخدم بها ولا علاش شنو هي الحاجه اللي باش تزيدها لي في الكارت هذايا اسونسيالمون كيف نجيو نعملوا دي بنش مارك الكارت هذيا اسرع بثمانيه مرات من لي كارت تي اكس 2 بي. شو معناها الحديث هذا؟ اذا كان احنا نحطوا بي سي في بروسيسور اي سات ونحطوا معاه كارت جرافيك 1070 اللي هي فيها براتيكمون 8 جيجا دو ميموار للكارت جرافيك وحدها انفان الكارت اجي اكس اقوى ب 12 مره من بي سي هذا. بالطريقه هذه نقولوا احنا نجمو نعملوا دي اكسيليراسيون ونجمو نعملوا تسريع للي زايغوريك اترافير دي فريم ورك وحاجتين موجودين في وسط الكارت هذه. باهي خليني انا نسالكم حاجه. احنا قبل في الفاكولتي نقراو فما ماتير اسمها بارالل كومبيوتينغ والا كالكول اون بارالل بروغراماسيون بارالل بروغراماسيون بارالل اركيتكتور بارالل أو فما شنو هو الفرق ما بين هكا الأرشيتكتور هذيك والأرشيتكتور العادية؟ دو بوان دو كالكول، دو بوان دو يوتيليزاسيون في ديب ليرنينغ. باهي، باش نسهل السؤال. في السيف ولا أنتوما تحلوا جوجل كولاب. دوروا مدى ما أسرع أنتوما تدوروه على كارت جرافيك وإلا تخدموه على السي بي يو العادي. على جي بي يو. أكيد ديما هو السؤال علاش؟ كالكول باراليل تريتمون باراليل خاطر يعمل في الكالكول اون باراليل هاد خلينا احنا نفهموا حاجه في نيفو ما اعمق شويه انفان فما كلمه من بكري اسمها كودا شنو هي كودا؟ كودا هذه تكنولوجي انتجري في وسطها لي كارت هذوما وانتجري براتيكمون في كل كارت جرافيك انفيديا اللي هي تخلي الكود نتاعنا يتحول من انفيرونمون ديكزيكسيون سي بي او يولي يمشي يدور في دون ان انفيرونمون ديكزيكسيون جي بي او. بلغه واحده اخرى كاينو انا باش نمشي نحول هكا الماس نتاع الكالكول وهكا لي انستركسيون وهكا ريزيرفاسيون في لي كاز ميموار من ما بين رام وما بين سي بي او باش نهزها الكل نحطها ما بين جي بي او وما بين رام نتاع جي بي او. ما نعرفش اسكو مفهومه ولا لا. الحاجات الاخرين انهم هما اللي كوداك واللي هما الديب ليرنينغ اوبريشنز اللي تنجم هي تعملها. فعلا هنا نحكي على 22 مره اكبر من اي نوع انت كارت واحده اخرى. باهي الكارت هذه شنو نلقاو فيها؟ وقت احنا نحبوا نعملوا لها الانتجراسيون في وسط سيستم امباكي اول حاجه ساعه نستحقوا دي سلات باش نحطوا فيها لي كاميرا بار اكزومبل. اذا كان ديما نعاودوا نرجعوا للرازبري باي اللي هي اكثر اكزومبل ولا اكثر كارتة احنا نخدموا بها قداش نجم تهز من كارت ولا قداش نجم تهز من كاميرا
essentiellement capable de faire. Et nous, on va dire que nous avons fait le robot en train de nous faire plus de caméras. Comme par exemple Tesla. Il y a beaucoup de caméras, il y a des caméras qui sont en train de se faire. Pratiquement, on va dire que nous avons fait. Xavier قادرة إنها تعمل التراتمون بتاع أكثر من 30 كاميرا من طريقة وهذه حاجة اللي تخليني أنا نخدم مرتاح ويولي عندي أكثر من سورس نتاع داتا ونولي أنا قادر إنه نعمل التراتمون بتاع هاللي دوني هذوما من طريقة الحاجة الثانية اللي نحكيو عليها أنفان هما لي كوميونيكاسيون بي سي سلاب شو معناها؟ معناها الكارت هذيك ما يكفيش إنها هي قوية ولكن اون كا او انت استحقيت اكثر كالكول نجم نزيد عاد تنتجري فيها هي جي بو بلغه اخرى يولي هذاك هو بروسيسور وتولي انت تنجم تزيد عليه كارت جرافيك واحده اخرى وهذه هي الاركيتكتور اللي نسميوها كلارا ثم اركيتكتور تشبه لكزافيي هذيك اللي نجم نخدموا بها في دوسكي اي اي وهالكا به Enfin, Jetson AGX هذية كيف ما كنا نحكي فيها دو بار نتاع USB وفيها بار نتاع M.2 السلوت اللي نحطو فيها الديسك دور نتاعنا وفيها كارت نتاع PCI Express هكا ديجا اللي موجودة متلقاوها في تركينا وحدها وفيها لي سورتي جي بي ايو العاديين نتاع راسبيري باي ولكن خلينا نقدموا اكثر شويه اذا كان انا عندي الكارت هذه شنو نجم نعمل بها والا شنو هما انواع لي لوجيسيال اللي انا نجم نصبهم فيها باش نجم نعمل دي زوبيراسيون كيف هكا اول حاجه الساعه الكارت هذيك تخدم لينكس حصرا نجم نصبوا فيها كان سيستم ديكسبلوتاسيون لينكس اللي هو اديسيون سبيسيال شويه نسميوها جيت باك So, système d'exploitation, اللي يخدم على لي برودوي جيتسون هذوما نسميوهم جيت باك. ولكن هاد جيت باك هذيا شنو هما لي زافونتاج اللي باش تعطيهم لي؟ باش تعطيني تروا زافونتاج. لافونتاج الاول انها باش تصب لي بيبليوتيك ولي فريم ورك اللي انا نستحقهم باش نجم نعمل ديب ليرنينغ. كيف ما بار اكزومبل تانسر فلو، كيف ما بايتورش، كيف ما كوفي. ولكن مش هذوما اكا هو، تنجم زادا نعمل في وسطها هي دي سيمولاسيون باهي خلينا نتفاهموا في حاجه شنو معنى سيمولاسيون سوا ديزون احنا تو باش نمشيو مصنع طياره اسكو احنا نتحملوا انه كل نهارين ثلاثه باش نكسروا طياره ونطيحوها ما نتصورش حتى كان احنا نبداو فرحانين ظهر لي الديريكتور نتاع الشركه تفرح بينا على الاخر سوا احنا وقت نمشيو نديفلوبيو موديل ولا نمشيو نديفلوبيو روبو ولا طياره كوا يزلنا نمشيو نصنعوا لها انفيرونمون فيرتوال لنطيروا فيها الطياره هذيك ونبقاو نكسروا كيف ما احنا نحبوا حتى لين في الاخر بالكل نجم نخرجوا دي ريزولتا والا نجم نخرجوا موديل والا نجم نخرجوا ديزاين مزيان برشا واللي يكون براتيك وما فيهوش حتى نوع نتاع غلطه ولا حتى نوع نتاع عيب اسونسيالمون لا جي اكس نجم انا نصب في وسطها هي انفيرونمون سيمولاسيون الحاجه الثانيه انه نجم نعمل في وسطها هي ترينينغ بلغه اخرى انه نجم نصب فيها هي جوبيتر لا والنجم ندور عليها هي لونترينمون في حد ذاتها علاش خاطر هي تو سامبلومون عندها لي ريسورس نتاعها اللي قادرين يدوروا اي نوع نتاع الجوريثم بطريقه مرتاحه برشا عوض اللي عندك كارت جرافيك كبيره وانت حطيتها في وسط روبوت الحاجه الثالثه اللي هي الديبلويمنت احنا عملنا لي سيمولاسيون تاعنا عملنا لي زونترينمون تاعنا باش نمشيو للبارتي الثالثة اللي هي الديبلويمنت في وسط هيك البارتي نتاع الديبلويمنت هذيك انا مستحق انه الكارت نتاعي ريالمون نحطها على سيستم امباركي ونسيبها شو معناها؟ معناها هي باش تولي تتحكم في الموتورات هي باش تولي تتحكم في هيك لي سنسورز اللي موجودين هي باش تولي تقرا لي سنسورز هذوك وتفهم منهم دي داتا سولون دي زالغوريثم احنا حاطينهم من قبل وتعاد تخرج دي ريزولتا جدد والا تعاد تخرج دي زاكسيون جدد انفان الفريم ورك اللي نحكيو عليها من بكري ولا اللي سميتها من بكري لا اسمها ايزاك ايزاك شنو هو هو سي ان انفيرونمون كامل اللي نخدم بيه في تو سكي اي اوتونوموس ماشينز باهي شنو هو ايزاك هذا ايزاك يتقسم على دو بارتي
البارتي الاولانية نسميوها ايزاك سيم. سيم شنو معناها؟ البارتي نتاع سيمولاسيون. قبل ما نعمل روبو يلزمني نتخيلوا انا في وسط الاورديناتور كيفاش باش ينجم يعمل لي زاكسيون نتاعو كل. والبارتي الثانية نسموها ايزاك اس دي كي سورس ديفلوبمنت. والبارتي الثالثة اللي نسميوها ديبلويمنت. غروسو مودو اشنو باش نعمل احنا في البارتي هذيا؟ لهنا في البارتي الاولانية كاينا باش نمشيو نعملو دي سيمولاسيون على الروبو نتاعنا باش نحطوه في وسط دي كونديسيون. مثلا باش نصنع انا روبو في معمل يلزمني انا نمشي نعمل نتخيل هاك المعمل هاك الكل كانكم تلعبوا في جو في الاورديناتور ونسيب الروبو نتاعي في وسط هاك السان هذيك ويبدا هو ياخذ في لي زاكسيون. مره طيح كرتونه، مره هكا باش يدخل في باب، مره باش يدخل في حيط، وهو يبقى ديما يتعلم. انا نصلح من الالغوريثم نتاعي. البارتي الثانيه هي الديفلوبمون نتاعي. خلينا نفهموا في حاجه، راهو الماشين ليرنينغ ولا الديب ليرنينغ ما نخدموهوش جوست باش نعملو دي بريديكسيون وانا نخرجو دي ريزولتا في النوت بوك هكاها، ولكن الهدف زاد انه نعملو ديبلويمنت. لازم نتلي هكا الاكسبيريونس اللي انا تعلمتها اترافير الكود نتاعي ولا ريزولت نورال نتاعي نحطها في وسط روبو اللي ينجم يتصرف بها وينجم يتعامل بها في وسط الحياة العادية نتاعي. لهنا احنا نحكيو في الفاز نتاع الديبلويمنت. هكا علاش البارتي نتاع الديبلويمنت مهمة اترافير لي ريسورس نتاع الكارت هذايا. شنو هما لي فريم وركس والا لي تولز اللي نجم نخدم بيهم في وسط ايزاك؟ جروسو مودو احنا باش نمشيو نخدمو تروا بارتي في وسط هالانفيرونمون هذايا، ولا عنا تروا يوز كيس كبار احنا نحكيو عليهم. البارتي الاولانية اللي هي كمبيوتر فيجن، كيفاش نجم نعمل اوبجكت ديتكشن والا نجم نعمل كلاسيفيكيشن والا اللي هو. البارتي الثانية نحكيو عليها اللي هي سبيتش اند اوديو، كيفاش نجم نحكي مع الاورديناتور نتاعي ولا نحكي مع الروبو نتاعي ونعطيه دي كوموند فوكال، وكيفاش هو ينجم يفهم هكا لي كوموند فوكال هذوك ويترجمهم لديزاكسيون هو يبدا يخدم بهم ويتعامل بهم. البارتي الثالثة اللي هي ناتشورال لانجويج بروسيسينغ، كيفاش ينجم يفهم السيمانتيك نتاع اللغة اللي أنا نحكي بها بمعنى. هل التروا يوز كيس الكبار هذوما كيفين نجم نخدمهم ولا كيفين نجم نترجمهم لديكارت؟ انفان اترافير دي فريم ورك. كيف ما نقولوا احنا فما بار اكزومبل كيلاس اللي انتم نصار تعرفوا، فما تانسر فلو، فما بايتوش، ام اكس نت، هذوما الكل سو سون دي فريم ورك اللي نجمو احنا نخدمو بهم حتى وين نترجمو هل يوز كيس نتاعنا للديزالغوريتم. ولكن اذا كان نهبطوا لنيفو واحد اخر انفان لازم نتلنا ديب ليرنينغ اس دي كيس خاصين بهاك الكارت هذيك اللي ينجموا يتعاملوا معاها وينجموا اكسبلواتيو لي ريسورس اللي موجودين فيها بطريقه صحيحه وبطريقه باهيه. ولنا لهنا بار اكزومبل نجم نسميه سيلول دي ان ار. تعرف شنو معناها دي ان ار ولا ديب نيورال نتوركس؟ ولكن الديب نيورال نتوركس فما دي فاريونت منها، فما انواع اخرى. Parmi les noms majeurs, il y a une chose qui s'appelle CUDA Deep Neural Networks. Ce sont des Deep Neural Networks, mais l'environnement d'exécution ou l'environnement de traitement interne ici essentiellement à la carte graphique. Ici, pratiquement, je vais vous dire que le workflow interne est tout de suite à la carte graphique. Mais nous faisons l'exécution à la CPU interne. La CPU est celle qui est un shot interne. باش ينظم الترافيك ولا باش ينظم الداتا اللي ماشية للجي بي او واللي جاية من عند الجي بي او. والجي بي او هو باش يولي اسونسيالمون لانفيرونمون ديكزيكسيون برانسيبال نتاعي. برمي زادا لي سوليسيون الاخرين الموجودين اللي هي الان سي سي ار. شو معناها؟ فلنفترض انه احنا توا نخدمو في روبو سوفيستيكي شوي ولا جي اكس وحدها ما كفاتش انه انا نعمل هالكالكول نتاعي الكل. شنو نجم نعمل؟ نجم نعمل الكلاستر تاع الناس اجي اكس، نجم ناخذ اكثر من كعبه اجي اكس نربطهم مع بعضهم وتنجم تقولوا انتم يتحدوا الكل ويوليوا اجي اكس كبيره. في عوض ما كانت عندي ريسورس واحد يولي عندي 4 ريسورس ولا 8 ريسورس ولا 16 ريسورس كبار اللي هما يمثلوا وحده برك.
Getting started. نجمو توا تبداو تسألو وتقولو باهي صافا هكا فهمنا لا جي اكس هذايا هي كارتا اللي باش نخدم بها دو سكي تراتمون ونجم نعمل بها لايا في وسط لي روبو مي كيفاش باش نبدا ومنين باش نبدا اول حاجه الساعه هذه البورتاي اوفيسيال اللي نسميوها جاتسون كوميونيتي موجوده في الانترنت وموجوده في الانفيديا ديفلوبرز بورتال سي دو اوبن سورس سي دو غراتوي نجم الناس كل تدخلوا تعملوا عليها طلب وديجا من بعد احنا باش نحاولوا نعطيو ديزاكسي للناس اللي انتريسي بالبارتي هذايا قداش لازم نبتدي وقت باش انا نوصل للديفلوب روبو ينجم نعمل ديزاكسيون واحد هاري هاري نيكي كم كيفاش انفان لهنا باش نحكيو على ديزاستوس فما ديزوتي سبيسيال نجمو انتوما تخدمو بيهم اللي باش يربحوكم برشا وقت اون تيرم تاع داتا بروسيسينغ هكا داتا كلينينغ داتا ليبلينغ داتا اوغمنتيشن حتى لوين نوصلو للفاز نتاع تريننغ كيفاش نسرع لونترينمون نتاع الديب ليرنينغ ولا نتاع لي زود ليرن في عوض ما كانت تاخو باغ اكزومبل 10 سوايع اونترينمون تولي تاخو 5 اكاها اون ميم طون ما يكفيش انو نقص ونعمل اوبتيميزاسيون في عدد السوايع نتاعي زاد يلزمني نخدم على حاجه باش نطلع البريسيجن نتاعي نطلع الاكيورسي ما فماش خوف ماك الاوفر فيتينغ ولا معناها يبقى ديما ريسك موجود ولكن نحاول نغلبوه شويه بالفاين تونيك نحاول ديما نصلحو بتقدر من بعد نخدمو ديز اكزامبل نجمو نعملو اكسبري نتاع ان اكزامبل اللي يعمل اوفر فيتينغ ونعاودو نصلحو به سبيكتروم اوف ليرنينغ احنا توا وين نخدمو شنو هما الحاجات اللي دايرين بينا ليتاب الاولانية ديما في ليرنينغ هو نحكيو على سوبرفايز ليرنينغ ليتاب الثانية اللي باش نتعداولها انفان نحكيو على سوني سوبرفايز ليرنينغ ليتاب اللي من بعد هي رينفورسمنت ليرنينغ وليتاب اللي من بعد هي ان سوبرفايز ليرنينغ به غروسو مودو الان سوبرفايز ليرنينغ مشهور برشا انهم يخدموا بالزيت انكودرز والجنراتيف نيورال نتوركس reinforcement learning نخدموه بار اكزامبل بال دي كيو ان هو سي ان الجوريثم ولا سي ان اركيتكتشر نتاع لي ريزولت ليرن اللي تنجم تعطي دي زاردر ولا تعطي دي ريورد الوسط الايجنت ولا الوسط الموديل نتاعنا اذا كان باش نحكيو سومي سوبرفايز ولا سوبرفايز جون سوي سور انتم تعرفوهم لي دو بارتي هذوما اللي نجم نخدموهم باللي ريزولت ليرن العاديين نتاعنا اللي نعرفوهم كيف اليكس نات ولا رازنات ولا سويزنات ولا اي نوع تاع اركيتكتور تراديسيونال واحدة اخرى به خلينا نجيو للريينفورسمنت ليرنينغ شنو معناها كيفاش نجم نخدم بيه اقرب اكزامبل نجم نفهمو بيه هو كانو عندنا ولاد صغير وهكا الولاد الصغير هذي كل مرة باش نقولو يعمل حاجة وكان هو عملها بالصحيح باش نعطيه شوكولاتة اللي هو انفان كونستان كادو سي هو عملها بالغلط خلينا نقولوا انه نعاقبه فوالا بيناليتي انفان الموديل نتاعنا باش يخدم بنفس البرانسيب هذايا باش يخدم بثلاثة حاجات الستيت نتاعو وباش يخدم بالحاجة الثانية اللي هي لي زاكسيون اللي نسموهم دي بوليسيز واللي يخدم بالحاجة الثالثة اللي هي لي ريوردز نتاعو سواء كانوا باهيين والا سواء كانوا خايبين غروسو مودو تولي الموديل نتاعنا يمشي يعمل التراتمون نتاعو ياخذ دي زاكسيون و اترافير لاكسيون هذيك انا نمشي نعمل اسسمنت ونفهم اسكو الحاجه اللي عملها خايبه يعطي روحه كادو حاجه اللي عملها كادو خايبه يعطي روحه حاجه مزيانه سي عمل حاجه خايبه يعاقب روحه يعطي روحه كادو يعاقب روحه اون فان كون سو سون دي فالور نيميريك مش يعطي روحه تريح به في العاده تيبيكال reinforcement learning يصير على deux environnements environnement CPE environnement GPE فما البارتي اللي قلي هذيك الغامضة الكلهم يصيروا على وسط CPE ولكن قبل كانوا فما جوست البارتي اللي بالاخر هذوما اللي هما نتاع training ينجموا يصيروا على GPE ولكن علاش احنا ما نحاولوش نسرعوا
البروسيس نتاعنا كامل ويولي الكل يسير على وسط الجي بي يو نتاعنا. هذا سي ان اكزومبل نورمالمون على الايزاكسيم وهو يعمل في ديتاش على الانفورسمنت ليرنينغ. جوبيت تعرف اللي هو هيك المربع اللي فيه برشا الوان نجمو فوالا نجمو نحركوهم. نتصور الانسان العادي ديما ياخذ شويه وقت حتى وين ينجم يحل البازل هذيك. علاش احنا ما نمشيوش نعملو روبو اللي هو قادر انه ينجم يحل البازل هذيك بيده؟ تاخذ شويه وقت، ولكن علاش احنا ما نعملوش ديني يدربو اللي قادرين يحلوا البازل هذاك امام طن، وهكا نولي نربح اكثر وقت باش ننجم نلقى نوعا تاع سوليوشن اوبتيمال. اي تفضل. مش ثم ديزاين بري ديفيني باش نحل فيهم سكيو ديجا؟ اي موجود، ولكن احنا لهنا نحكيو على سكيوز، ولكن لهنا نحكيو على سيمولاسيون ونحكيو على اون طون ريال. معناها ما عنده حتى فكره على الالغوريثم تاع سكيوز؟ لا عنده، ولكن يعمل في سيمولاسيون عليهم اون طون ريال كيفاش هو باقي يكريتي فيهم كيفاش باقي يحل فيهم. جوست هاك باش نوريك جوست ما فهمتش لي ديفيتي تاع ديب ليرنينغ رينفورسد ليرنينغ الحاله هذه. لكن هما ديجا حاضرين الالغوريثم معناها حاضرين تنجم تقول لي في العادة احنا وقت مش نحلو الجبل نجم تلقى الالغوريثم تاع ديب ليرنينغ حاضرين نجم تخدم فيه بالانفار ما تقصدش ديب ليرنينغ نقصد الالغوريثم عادي عادي الالغوريثم هو ما كيفاش يتعامل ولكن مش ياخذ برشا وقت احنا نحب نحاول نكبروا ولا نزيدوا في الكومبلكسيتي تاع الجبل كذاك كيف نكبروا وكيف نزيدوا في الاحتماليات اللي موجودة فيه عادش تلقى ماتريس دو توا دو توا خلينا نزيدوا وليو ناس ناس كيف باش نجم نحل؟ نفس الالغوريثم ولكن باش تزيد الكومبلكسيتي باش تزيد الوقت نتاع التراتمون. فوالا ولكن احنا نحبوا نزيدوا الكومبلكسيتي ونقصوا في الوقت نتاع ليزيكسيون. لازمني نبقى ديما نعلم كيف كيفاش ديما يلقى سوليسيون اوبتيمال مهما غيرت الريزوليسيون نتاع الماتريس هذيك. معناها الروبو نتاعي كانوا عبد عادي هكا ما يعطوش الكيوب رديتو له يعطيك صح رديتو له نص هذيك عاود تصلحه ولكن مش انت عاود فزته هكا هو كل مره تزيد تبدله في لي ديمونسيون نتاعو حتى وين هو يحاول ديما مهما كان لي شوا اللي انت باش تعطيهم له لازم ديما يلقى سوليسيون اوبتيمال حتى وين عاود ينجم يحلها ويعاود ديما يرجعها للتاس الصحيح نتاعها ولكن ما بين كل محاولة محاولة كل محاولة محاولة كل محاولة محاولة تلقى غلطات هو غلطهم وتلقى لي سوليسيون اوبتيمال هو عملها وتلقى ديما ينسى في هذه الغلطات نتاعو اللي اترافيرهم هو باش يتعلم واترافيرك لي سوليسيون اوبتيمال تولي منه هكا يختصر في الوقت حتى من يوصل للسوليسيون الاوبتيمال هذيك في اقل وقت من غير ما يبقى متعدش على هكا لي زيرور هذوك. ويكتب بعد الالغوريثم اللي يخدم بيه بيان سور معناها ينجم عبد عادي بعد ما معناها الروبو هذا تاع الريفورس ليرنينغ ينجم يفهم في الالغوريثم ما تشبهوش عباد بعد ولا عباد يخدم فيهم ينجم علاش ينجم ولكن باش نوصلوا دي كالكول سوفيستيكي هكا نتصور تما كونتراند الاولانيه هو لي ريسورس هاردوير اللي احنا باش ندوروا عليهم لي سيمولاسيون كبار هكا خلينا نفهموا في حاجه اذا كان انت باش تلعب جو عادي جوست باش نوضح لك وكا هاو ما نعرفش تسمي لي انت نوع تاع جو ليك واحدة تسلاك لك برشا فورتنايت كول اوف ديوتي مثلا وقت تبدا انت تلعب في كول اوف ديوتي مش فاهم الديسان بروادي دايرين بيك فما حيوطة فما كراسي فما طويل فما خزنة فما سلاح باقي انت تضرب بهاك السلاح هذاك باش يعمل رياكسيون عاد يرجع الصوت ولا الديكو ولا الكراسي اللي خلاها
بس بيقول أسيان تخيلها أنت بتصير نفس الراندرينج جرافيك هذيك الكل مش عطيك معمل كامل بتتواول بالتاسي بالعبايد اللي تمشي فيه وأنت عمل ديفلوبمون تاع ألغوريتم إكس الألغوريتم هذيك مش تحطه أنت في وسط الروبو حتى يريد الروبو هذيك يوصل السلعة كوا من البوان 1 بوان 2 ولكن ديما عنده ليميت سوني زون جاي فما اوبستاكل قبل منه شنو باش يعمل؟ عميل نورمال مزيان باهي اذا كان باغ اكزومبل الاوبستاكل هذاك برشا واحد شطر خدمه معطله جست على الدور هذاك باش يعملها انفان يلزم يتعلم يعمل الدور هذاك ولكن الشخص اللي يتعلم يعمل هذاك الدور هذاك يبيت في الاوبستاكل هذاك يعطيك الصحه يلزم يدخل فيها المره الاولى ومن بعد يمكن المرة الثانية يعاوش في روحه يعاوش في روحه يعاوش في روحه يعاوش في روحه حتى لوين يفهم شنو معناها هذيك النوسيون تاع علمية ديتي ولكن ما وصل للمرة الأولانية للمرة الثانية معناها من الفرق بين المرة الأولانية هو مش فاهم حتى شيء ما بين المرة الثانية الروبوت نتاعي فهم شنو معناها فما اوبستاكل مقابل منهم وأنه لازم يبعث عليه متعدد قدام برشا ديزيساعة وعمل برشا تريين وعمل برشا محاولات فاشلة حتى لين طلع في الاخر بسوليسيون اوبتيمال ويزيني انا فاهم شنو معناها النوسيون تاع اوبستاكل راه الفرق نتاع عبد الفرق نتاع الحيط الفرق نتاع اكس اي جي زد اونفا لازم نتلي من الاخر بكل انه انا نصنع لونفيرونمون هذايا باللي اوبستاكل هذوما وانه لونفيرونمون نتاعي يكون كومباتيبل مع الالغوريتم اللي انا نكتب فيهم صح باش نوصل نعمل هذايا كله لازم تلي دي ريسورس كبار دي ريسورس اول حاجه باش يعملوا لي الراندرينغ تاع لافيرونمون 3D هذاك الكل ودي ريسورس وحاجه اخرى باش يعملوا لي الراندرينغ اللي باقي سي نجم تقول انت كاين نجم كاين 102 سيمولاسيون في وسط بعض سيمولاسيون على لافيرونمون اللي موجود بكل تو سكي جرافيك والسيمولاسيون نتاع الموديل نتاعك كيفاه باقي يعمل في لونترانمون باختصار انه لونترانمون نتاعك هو اللي تشوف فيه فيزيوال ما عادش تشبه بالطريقه العاديه اللي احنا كلاسيك نعرفوها جوست دي فاز ولورنينغ يصيروا في وسط النوت بوك نتاعنا ولا في وسط السكريبت بارك نتاعنا باش ديب ريانفورسمنت ليرنينغ ستاك نعاودو نرجعو للحديث نتاعنا، أنفان هما عبارة على دي كوش، ولكن هذا عطينا نبداو باللوطة بالكل وإحنا طالعين الفوق. أول حاجة ساعة لازم لنا نلقاو انفيرونمون وإلا بلاتفورم اللي نجم نخدم عليها هذايا الكل، اللي هي اتفقنا إنه باش تكون جاتسون وإلا أكثر من جاتسون. الحاجة الثانية اللي ولكن لينوكس يلزمو زادا يفهم النوسيون تاع لي كاتيغوري يفهم شنو معناها جي بي او ويفهم شنو معناها النوسيون تاع لي كودا كورس اللي موجودين في وسط جي بي او صار هنا لازم ديري سيستم ديكسبلوطاسيون ولازم ديري لي بيلوت نتاع الكارت جرافيك والا لي بيلوت نتاع الاركيتكتور اللي موجوده ديجا في وسط الجاتا لي تاب الثالثه انه لازم ديري نخدم بنوع نتاع ريزو نورون اللي يكون قادر يتعامل والا قادر تصير ليكزيكيسيون نتاعو في وسط جي بي او ليتاب اللي فوقها انه باغ اكزومبل في الحاله هذيا باش نخدمو باي تاش هنا الشوا يرجع ديما ليك انت كديفلوبر مش لازم تخدم باي تاش تنجم تخدم تانسر فلو ديجا تانسر فلو تو عنده تانسر فلو اللي هو نتاع لي زي او تي ولكن علاش ديما نخدمو باي تاش لا شيء خاطر باي تاش هو اورينتي اكثر لي ريشيرش تنجم تمانيبيلي فيه كيف ما انت تحب ارتاح برشا وفي اكثر دوكيومونتاسيون مش حتى في لي دوكيومونتاسيون حتى تنصر فلو تو تبارك الله لي دوكيومونتاسيون نتاع الطياره على الاخر ولي فيديو نتاع الطياره على الاخر ولي ريشيرش اللي موجودين فيه واللي موجودين في السيت اوفيسيال زاد موجودين بالباهي ولكن دون بوان فيو مانيبيلاسيون تاع حاجه مازالت ماهيش ستابل مازلت في الكور نتاع الديفلوبمون الولادي نتاعها والمشاكل نتاعها وانك انت مستحق باش تعمل مانوفر على كل شيء على لي سيتاب اللي موجودين وعلى لي ريسورسز اللي موجودين باي تاش يبدا ارتاح شوي حتى دون بوان دو فيو كومباتيبيليتي مع سي بلس بلس
ليتاب اللي من بعد انه لازم نتنا نختاروا نزرشيت اكتور اللي باش نخدموا به. كيفاش باش نخدم؟ فار اكزامبل نجم نخدم على ليزال اس تي اللي هما نوع من انواع ليزارانا. نجم نخدم على دوسكي دي كيو ان اللي هو reinforcement learning. ليتاب اللي من بعد بالكل انفان نجم نمشي نعمل ليزيجنت نتاعي. الموديل نتاعي السوفي يتعلم يلزم يعرف يحكي مع لي زاكسيونور ومع لي كابتور اللي موجودين عندي. ديما نعاودو نرجعو نقول اذا كان احنا صنعنا روبوت باش يدور وحده في بلاصه في الديب ليرنينغ يلزم الموديل اللي موجود يتعلم، ولكن ما يكفيش انه يتعلم، يلزم يتعلم ويعطي دي زاكسيون لهيك الموتورات اللي موجودين عندي. كيف يمشي يدورهم على اليمين شوي، كيف يمشي يعمل اكسيليراسيون، وقتها باش يشد فران ويبقى ديما يتعلم ويعطي في دي زوردر من هذاك لي زاكسيونور هذوك. بايتورش نعاودو ديما نرجعو لبايتورش. تفضل. قلت هو كامل الموديل نتاعو اللي في قيد الموديل. قلت يبقى يتعلم ديما. دونك ديما باش يبقى يعمل دي موديل ولا هو فيرسيون واحد هو اللي باش يعمل من لو باش يتعلم من لو باش يعمل التريننج نتاعو باش يعرف يختار الموديل باش يقيد الموديل. ساعة الحاجة الأولانية احنا مش نحكيو على السليم نتاع الداتا. خلينا نبداو في السليم نتاع الداتا. فما فلو بي نتاع الداتا وقت جديد. إن شاء الله ديما نتعلم الداتا الجديدة. وسولون الداتا الجديدة. فما دي كونديسيون تو دوت. سولون هكا لي كونديسيون هذوك. ولكن هو يعرف اللي ويبس اللي موجودين في وسط هو. حتى لين يدبت يروحوا من بيدي بالبالي على هذا الفلو الجديد بتاع الداتا. بلغه واحده اخرى ما يكفيش انه انا عملت الديفلوبمون نتاعي وسيبت الديفلوبمون. لازم يبقى ديما يكون قادر انه يتعلم على الحاجات الفاريابل اللي دايره دي سوبون هاك ستريم الجديد بتاع الداتا. باش نحكيت لنا سي سي ديجا هذه حاجه نجم نحكيو فيها من بعد في اللي زوتي اللي نجموا نتعلموا بهم الديفا تربي. بايتورش علاش بايتورش؟ بيسكو انتوما قلتو لي تخدمو بالباهي باللي رازبيري بايز. تعرفو شوية على البارتي تاع الالكترونيك ولا لا؟ نص نص. لي زاركتيكتور تاع الميكرو بروسيسور ولا لي بروسيسور؟ Et quel est l'intérêt de la l'environnement d'exécution, langage machine. Langage machine. L'assembleur, l'assembleur, il y a un niveau pas. L'unité, le micro contrôle. Voilà. Soit l'unité qui mange de handi, handi lui ne gère un résultat en bas. Les Jetson AGX, les produits, ou les gammes, nous on a les cartes. Enfin, les architectures ont les CPU ont un moment. Enfin, mais c'est le concours de développement. Sont des produits, mais c'est le qui d'achète une table de soupe. Mais c'est le qui d'achète une table de soupe. Enfin, mais c'est le fait ma choix, mais chacun d'un point de vue maturité ou elle est d'un point de vue compatibilité. Une table les software ou elle est table les framework les barres, un noyau à l'idée un table les CPU. Parmi les machines qui les manquent routine, le nom Anaconda. تصوركم اسكو تخدموا به ما هوش كومباتيبل مع لي جام اجيكس. انا كنت كومباتيبل كان مع لي بروسيسور انتل والا لي بروسيسور نتاع ماك، ولكنه ما هوش قادر يفهم ويتعامل مع لي جام هذوما. بوتيت سي ان شوا نتاع بيزنس من انفيديا، ولكن هذا بوتيت اللي خلينا نخدموا اكثر في بايتورش vu une voie mettait à l'autre du point de vue compilation exécution à les pros ou à l'aile les architectures les manches d'une plus gamme HX header. Transfer learning. Et de quand on a un entraînement de la modèle, on a l'expérience heavy qui est à la modèle, le modèle ou à l'autre ou à l'environnement ou à l'autre ou à l'autre. لأي نوع نتاع فريم ورك واحدة أخرى. شنو نعمل؟ لهنا لازم نرجعو نفهمو حاجة، شنو هو ريزيرفر؟
وشنو ما هما العلاقة ما بين الـ different approach هذوك. Enfin, نش نقولوا إنه من أهم الـ factors اللي موجودين في وسط الريزولت نوران هما الـ weights. اللي هما يحطوا العلاقة ما بين كل نوران ونوران واحدة أخرى. وإنه الـ process كامل نتاع الـ training هو يدور على الـ optimization نتاع هيك الـ values نتاع الـ W هذوك. Que ce soit back propagation اللي هي باش تصلح منها والا كل سوا البارتي الاولانيه نتاع الفرد اللي باش تعمل ترينينغ كل مره انت باش تحاول تبدلها شوف الريتم تاعك مثلا فريزون هيك شوف اسكي انت معاه ولا انا باش تعدل الريتم تاعك مثلا كيف تعرف روحك الاخرين ماهمش عارفين نخرج من يعطيك الصحة توصل الانترنت اللي صوت مش عارف عامل موديل بيني ولا اما شو لا كمان الطفل ولا الاخرين مش قاعدين يبلغوا اللي مش قاعدين تمشي بالبيه مع التاني والتاني فتاتر هذا فتاتر اذا كان انا فهمتك بالصحيح المره الاولى هي ساعه هو شنو يصير باش ندخل واحد في إذا كان احنا مش نمشيو نعملو ريزولت نوران صامت شنو نعمل؟ الإتاب الأولانية ساعة أنو نديكلاريو ليز إنبوت نتاعنا ليز أوتبوت نتاعنا ديما نحكي بحديث سهل نحاول نبسطوها الحكاية بالكل إذا كان أنا عندي ليز إنبوت فمش مش نحط فيهم أنا دي فاليوز لي فالور نتاعهم أنا مش نحطهم كوسو سوا الداتا نتاعي شنيا هي ديزيماج وإلا دي رو ديتا وإلا دي هو وليش عندي انا كاينو فاكتور كامل نتاع ديزيبوت باش نمشي نعديهم على كوش كامله وكوش من بعدها وكوش من بعدها وكوش من بعدها حتى وين نخلط الاوتبوت اللي انا حاجتي به وهي ماشيه من هيك الانبوت حتى وين تخلط هيك الكوش الاخرانيه نتاع الاوتبوت ريالمون شنو باقي يصير باقي يصير دي ملتيبليكاسيون كالكول ماتيماتيك اللي هو سام نتاع هيك لي فاليوز هذوك باش نضربوهم فوا لي ويت باش نزيدوهم انفيك ان سارتان فالور كونستانت اللي هو البياس حتى وين انا نلقى الفالور نتاع كل نوران بالشيره الاخرى هكا ولا باهي ولكن كل نوران ينجم يكون موجود فيها فونكسيون داكتيفاسيون باهي شنو هي الفونكسيون داكتيفاسيون فونكسيون داكتيفاسيون هي زاد كيف كيف فورمول ماتيماتيك اللي باش تعمل افي على هيك الفالور اللي موجود في وسط النيران هذيك بار اكزومبل اذا كان الفالور المره الاولانيه يكون كبير برشا وانا نحب نصغره عنديها على فونكسيون سيغمويد اللي باش نمشي تحصره ما بين 0 وما بين 1 اللي 1 سو 1 بلس اكسبونسيال دو موندو زيكس والا اذا كان انا نحب نحصر الانترفال نتاع هيك النيران نتاعي هذيك ما بين الموانز 1 وال 1 باش نمشي نعدي على طونجونت هيبربوليك وهي هكا كل مرة أنا باش نختار فونكسيون داكتيفاسيون وطون لي أنا اخترت لي فونكسيون داكتيفاسيون تاعنا ولا عندي إفي على الفالور اللي موجود في وسط النيران وصلناش توا لكوش الأولاني نعاود نفس الحكاية مع الكوش اللي من بعد نعاود نضرب لي في نتاعي الكل في وسط لي دوبل في نتاعي الكل نعاود نجمع بيرس نعاود زدت نعدي على فونكسيون داكتيفاسيون حصل أحيانا نبقاو نعاود وعلى قد ما عندي من دي لايرز كيف نخلط انا الفالور الاخراني هنا تو ديبون من الاركيتكتور نتاعي انا فاش باقي نخلط بار اكزومبل اذا كان انا عندي بليزيور كاتيجوري من اشهر لي فونكسيون داكتيفاسيون اللي نجم نخدمو هو سوفت ماكس باهي سوفت ماكس شنو تعمل بكلامنا احنا الساهل توا ديما نعاود نقولكم احنا توا في حاجات تيوري من بعد باش نبداو نكتبو في الكود برشا حاجات تزيد تفهموها اكثر enfin شنو تعمل تحولي هكا لي فالور هذوك تكومباري بروبوزيسيون لي بورسونتاج ولهنا السؤال الكبير باش يتسال اسكو لي بورسونتاج هذوك صحاح ولا غلط ما نعرفوش يلزمنا نعاود نعملو باك بروبوزيسيون حتى لوين يلزمني نعاود نصلح في لي ويتس نتاعي على اساس انو نجم نصلح في هكا لي بورسونتاج اللي انا باقي نقارن فيهم في لي ريزولتا نتاعي صحاح نعاود انا نرجع ونصلح كي شنو انا باقي نعمل باقي نعمل في لي ديريفي وانصومبل كبير نتاع لي ديريفي
حتى الوين نقطة تجي من صفر اللي هي اللي هو حتى الوين يوصلوا للستات كونستانت انهم ينجم يعاودوا يعطيوني فالور صحيحة. وشكون مسؤول على هاد البارتي هذايا؟ مسؤول عليها زوز من الناس. الفاكتور الاول اللي مسؤول هي فورمول والا هي تيوري نسميوها ديسون دو جراديان. جراديان ديسون. علاش؟ باش نلقى بيه ديما المينيمال. باهي. والحاجة الثانية اللي مسؤولة عليها، ثم كلمة احنا ديما نكتبوها في وسط الكود. ما نعرفش انتم كانت تنتبهوا لها ولا اللي اسمها اوبتمايزر. قبل ما تعمل بريدكسيون. فوالا، هيك الاوبتمايزر اللي احنا نبداو نتعلموا ولا هي ولا الكارت يكون شي كيما نحطوا ادام. ادام فوالا. ادام هذيك هو المسؤول عن الجولين على التصحيح. هيك اللي يمشي يعمل اوبتمايزاسيون. فانفا اوكي انا باش نمشي نعادل لي دوبل فين تاعي هذوك. فالطريقة غير مباشرة وانا راجع باقي ديما نعدل في هيك لي سيكراك نتاعي. ما نعرفش كيف زاد انتريسين نجمو من بعد نعملو تورناج ألمان تاع ريزود نوران صغير نحكيو فيه بالاسبي ماتيماتيك هذايا. نتصور كان تخدموه بيديكم وبالمات والله ديزالي نعرف ديما المات حاجة بسطة على الاخر. بيت نجمو انتم تفهموا بيه بالباهي بالباهي شنو هو الكالكول اللي صاير بالحق في وسط ريزود نوران والتانسر فلو والكراس شنو باقيين يعمل. حتى انتم كيف نهارها تبداو تكتبوا في كود نتاعكم تبداو فاهمين الاسبي تبدا فاهم انت راني انا عطيت لاس فانكشن اللي هي كذا كذا وعطيت اوبتمايزر هو كذا كذا وكتبت اكتيفيشن فانكشن اللي هي كذا كذا شنو التاثير نتاعها وعلاش انا حطيت الفانكشن هذيك بالذات في البلاصه هذيك. الليرنينغ ريت مربوط بحاجه اسمها فولر. يا اخي صح بيه. النجم زادة نحكيه شوية على اللي فونكسون اللي موجودين في اللي كوش كونفولوشن ولا اللي زوبيرسون اللي موجودين في البولينج والكونفولوشن الماكس بولينج والبولينج والأفريج بولينج. والنجم نحكيه زادة على ال CNN 2D conf ولا 3D conf ولا 2D conf انت والديمانسيون تاع فوالا. اذا كان انتم خلاليك احنا في الاكزامبل من بعد كيفاش نعملوا تراتمون على ليسيماج تاع الساتيليت باش نحكيو برشا على البارتيات هذوما نتاع لي كومبوزيسيون. خرجنا من الموضوع دخلنا في موضوع واحد باهي. اونفان الريينفورسمنت ايجنت لايبريز هذوما سوسون دي زابي اللي هما موجودين وحاضرين مكتوبين اون سي بلس بلس والا مكتوبين اون بايثون نجمو انتوما تنزلوهم حتى الوين هما يولوا يسهلوا لكم هكا ترانزاكسيون ما بين الكود نتاعك وما بين لي زاكسيون بالحق اللي باش يصيروا في الدنيا على الروبو. شنو معناها؟ هكا الروبو نتاعي يتعلم ولا الالغوريثم نتاعي يتعلم اليوم ما بينات هكا لي زاكسيون اللي باش ياخذهم الروبو انه فما موتور باش يمشي ولا موتور باش يرجع للكود. الموشن كنترولز سوسون براتيكمون دي فورمول عارفه ديما نحكيو شويه مات اللي هما باش يخليو ولا يعطيو الدوغري نتاع لي زاكسيون نتاع هذاك لي موتور نتاعنا. ما نعرفش بوتيت ديما نحكيو موتور خاطر هو اسهل اكزومبل. اسكو باش يمشي يعمل دو تور باش يحرك الدوغري معينه باش عاد يرجع بالدوري بدوغري معينه هذيك كل مسؤول عليها هي الموشن كنترول. شنو نجمو نصنع نفهمكم؟ نجمو نصنعو باغ اكزومبل احنا الاكزومبل اللي حطيناه لهنا هو جونز يو اي جيز. بوتيتر من بعد زاد سي هشام نجم يحكي لنا عليهم اكثر خاطر سي ليكسبير في الافياسيون. ولكن لهنا احنا باش نحكيو اسونسيالمون على لو بي سي اللي هو الاونبورد كمبيوتر. الدرون نتاعنا في الحاله العاديه نجم تستخدم كان الميكرو كنترولر الزهرون هذايا اللي هو الفلايت كمبيوتر اللي هو الفيكس هاب. الفيكس هاب هذه هي اللي قادره تعطي وتفهم شنو معناها ديزاكسيون انت خذيتهم من هيك التليكوموند وترجمهم من ديزاكسيون بالحق موجودين على وسط الطياره كيف الموتور باش يطلع كيف الموتور باش ينقص شنو معناها كوردوني جي بي اس شنو معناها نيفو باتري شنو معناها الاكسيليراسيون هذيك اسكو الدرون نتاعي باقي يستابل ولا لا. ولكن باش نوصلوا نعملوا دي ماشين اوتونوم
يلزم الكارت نتاعي اللي هي جيتسون هذيك تفهم هذي الفاكتور هذو ما يكون تفهم شنو معناها اكسيليراسيون، تفهم شنو معناها عندها اربع موتورات، يبدا عندها اليوم مع هيك الموتورات هذوك يبدا عندها عينين لغتنا احنا اللي هم لي كاميرا، تفهم لونفيرونمون اللي داير بها، تعرف روحها هي وين دور من وسط الدنيا اترافير لي كابتور نتاع لي جي بي اس، حتى لوين يتجملوا هاللي فاكتور هذوما الكل باش تولي هي تنجم تطلع وتطير وحدها تعمل الميسيون تاعها نتاع الطيش. اونفان هذيا تصويره لوحده من لي جيتسون نانو اللي هما اصغر فورم فاكتور من الفامين تاع الجيتسون. كيفاش تنجموا تحطوا الجيتسون هذيك تربطوها مع الفلايت كمبيوتر هذاك حتى لوين في الاخر الكل نخلطوا نعملوا دران نجموا نطير وحدها بغير حتى نوع تاع انترفونسيون هيومان. شنو نجم نشوفوا ولا شنيا هي الريزولتا اللي باش تجينا في الاخر؟ انفان اي بي صافا هكا حاطين الجيتسون حاطين لي كاميرا نتاعنا في الاخر بالكل شنيا الريزولتا؟ الريزولتا هي باش تكون انترفاس عندك انت في الاورديناتور نتاعك باش تولي الكاميرا نتاعنا والجيتسون نتاعنا باغ اكزومبل تعمل في الريل تايم اوبجيكت ديتكشن. تشوف في حاجات اترافير ان ستريم جايها من عند الكاميرا فلو كبير نتاع دي دوني جايها وهي تعمل في التراتمون على هيك الفلو هذاك وتعمل في اوبجيكت ديتكشن ان ريل تايم وتعاود ترجع لنا في احنا في الكنترول ستيشن نتاعنا ولا في الجراوند كنترول ستيشن. شنو هما انواع لي بيريفيريك اللي نجمو نستعملوهم وقت اللي نحبو نديفلوبيو دي ماشين انترنت؟ انفان فما فاريتي كبيرة، نجمو نستعملو دي ليدار، نجمو نستعملو دي كاميرا، نجمو نستعملو لي سانسورز العاديين كيف ما اي نوع نتاع كابتور اوتراسون، كابتور نتاع هوميديتي، انفان انتوما حرار لهنا و سولون اليوز كيس اللي انتوما تخدمو به. ولكن زادا كيف كيف فما حاجة صغيرة يلزمكم ديما تحطوها في بالكم كو سوا انتوما تخدموا باللي برودوي جيتسون ولا تخدموا باللي راسبري بايز ولا تخدموا اي نوع تاع كارتة واحدة اخرى كيف ما زادا جوجل كارا اللي هي الالترناتيف نتاع لي برودوي جيتسون مي من عند جوجل. انفان تردوا بالكم باللي ريزوليسيون تاع لي كاميرا اللي تخدموا بيهم ونوع الكاميرا قبل ما تاخذ اي نوع تاع كاميرا يسمح تشوف اسكو الكاميرا هذيك كومباتيبل مع الكارت والا لا، خاطرك تنجم تاخذ كاميرا ما تكونش كومباتيبل مع الكارت. برسونالمون نرى انه احسن نوع تاع كاميرا نجمو نخدمو بها هي الكينكت نتاع الاكس بوكس 360 كانت تعرفها. خاطر باش تعطينا ليماج العادية اللي هي الار جي بي باش تعطينا معاها كوش دبث. كابتور نتاع انفراروج يعطيني فوالا. انفان هذوكم احسن نوع و براتيكمون ارخص نوع تاع الكاميرا نجمو تاخذو، خاطر الكاميرا تاع الجيتسون نجمو يبداو حتى 10,000 20,000 50,000 دولار. كيفاش سمحت؟ اي فرق خاص على الاخر تنجمو تاخذوهم وتنجمو تبداو تاخذو بيهم، وحتى اذا كان عندهم عندكم دي بروجيكت تاع كمبيوتر فيجن بالرسمي ننصحكم احسن نوع تاع الكاميرا تنجمو تاخذو بيهم هما لي كينكت نتاع لي زيكس بوكس القدام. بلي كيسيون الكاميرا ار جي بي لي فلوس هذايا اي هذيك تخدم على كارت الدوين ولا سي تان ليدر سي تان ليدر ليدر يبعث دي بي نتاع لاسر حتى لوين يصنع لك ميماج دي بون خاطر عشان مرة عملنا بروجي جابونا الكاميرا هذيك قالوا لها خدموها على كارت الدوين خدمناها على كارت الدوين تنجم تخدم بها ولكن اي فرق تعطيك الصورة ولكن ريزوليسيون ضعيفة حتى في اليو اس بي 32 تنجم تخدم في الاس دي ان 32 تنجم تخدم. من بعد قالولنا الكاميرا هذيك ديتكتيو بها الكولر استخدموا الالغوريتم ديتكتيو الكولر شنو احمر ولا اخضر ولا اصفر مش حاجة كبيرة وتقدم لهم مثلا تنجم انت تخدم بهكا ولكن هو شنو ما قالك في الاخر بكل انت باش تديتكتي وحده من لي كوش نتاع لي تروا كوش نتاع الار جي بي هكا ولا لا انفان لي كاميرا هذوما ينجموا يديتكتي ويعملوا تراتمون تاع دي ديزان دو كوش مش ار جي بي هكا
برشا بوشات نتاع انفراروج. اي انا اسمي بوسيم للفاز هذي ولا دخلت؟ نجم 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 الكود هذي من جهه المخيخ صبيت الرصوص مع بعضهم وكان صدقني ربي انا خدمت بها قبل 25 سنه الكاميرات على اسمك نتاع على لابني رخيصه على الاخر رخيصه نجم تخدم بها اي انا ما تستناش منها ريزوليسيون كبيره برشا ما خدمتش اصلا نجم تخدم وفكرني من بعد نعطيك كود اوبتيك ليه؟ ينسم يا عامل اما والله ما سخي تستنى منها ريزوليسيون ولا من ليش انا قادر اكثر مازال بالي تمام جوست حبيت نعرف اسم الحكايه بوسيد ولا نجم نخدم بها في وسط الارض اما ديما نعاود نرجع ونقول لك هكا الاكسبرس اللي انت ريت وحشنا لا هذيك احسن شويه ايش اللي انت تخدم تخدم بيه باهي اونفون كيف تصير هالبلاتفورم تاع الليرنينغ هذه كلها نعاود نرجع للحاجه اللي انت سالتني عليها اونفون الليرنينغ يقول اول حاجه يصير الساعه من عند التريننج داتا ناخذ باز دو دوني الباز دو دوني هذيك شنو باش نمشي نعمل عليها شنو باش نعمل عليها كل سوا مانجمنت باش نمشي ننظمها سوا ما بين دي تاسك ما بين فاليداسيون ولا باش نمشي نعمل عليها اوجمونتاسيون ولا نمشي نعمل عليها كليننغ ولا غيره البارتي الثانيه كيف شو شيء نعمل عليها training البارتي الثالثة أسمع شو شيء نعمل عليها مود أساسنا خلينا نشوف المودل الداي كيف باقي يتصرف يعني في الدراسة تصحح ولا لا البارتي لما بعد أنفان مش نخرج بحاجة اللي هي جام ترينت عندي دي ويت مضبوطين وصحاح حتى لوين نتعدى الفاز نتاع الديبلوم الفاز نتاع الديبلوم نجم تكون على أكثر من تيب نتاع بلاتفورم نجم تعمل الديبلوم في وسط الديبلوم وهذه حاجه تو ولات سهله برشا في الكونسبت لو جي اس فور اكزامبل تنجم الموديل نتاعك تعديه بالوقت والا تنجم تعمل الديبلويمنت نتاعك في وسط لي امبيدد سيستمز كيف ما نحكيو احنا في وسط دي درون ولا في وسط دي روبو ولا في وسط حاجات اخرى وتنجم زاده تعمل في وسط الاوتوموبيل اللي هو انفون دومين كبير برشا تنجم تصنع بيه انتوما لا مون كراف مثلا كيف ما كانت تسلا وبارمي لي برودوي اللي تخدم بيهم تسلا هما لي برودوي اجيكس فما كارتة تشبه الكارتة هذيك اللي عندكم توا اسمها اجيكس درايف انفان هما قبل كانوا يخدموا بالموديل بيجاساس فيها تقريب 80 جيجا ميموار جرافيك كان صدقني ربي باش تخلطوا تعملوا انتوما الترينينغ والبريباراسيون تاع الداتا انفان هذايا بروسيس طويل شوية ولكن كيف تنجم تربح الوقت فما انترفاس جرافيك اللي تنجم تعمل بها هذايا كله ريتو هكا لازم تاب اللي احنا نمشيو نعملو بها باش نقراو في شي سي اس بي نمشيو ننظفو ونمشيو نعاودو ندخلوه للموديل ونمشيو نكتبو موديل بالكتيبه نتاع اليد نكوديو وحتى وين نعمل لونترينمون وحتى وين نخرج ريزلتا اونفان فما بلاتفورم اسمها ديجيت الديجيتس هذي انترفاس جرافيك تمشي انت تسيليكسيوني الدوسيي نتاع الداتا هذا كان ما لقيتش انت داتا قديمة موجودة ومن بعد تسيليكسيوني بسولي شنو هو نوع الموديل اللي انت حاجته تمشي تلانسي لونترينمون نتاعك سولون لي بارامتر اللي انت باش تعطيهم والا تلانسي على الموديل بار ديفو ومن بعد تعمل فيزواليزاسيون هي نفس الفيزواليزاسيون براتيكمون اللي يعطيها لك التنسور بورد حتى مين في الاخر بالكل تخلط الموديل ترينينغ الانفيديا ديجيت سيجو اوبن سورس الكود سورس نتاعها موجود في الانترنت اي حد عنده كارت جرافيك جي تي اكس ولا ار تي اكس ينجم يصبها ينجم يستعملها عاد وفان الكونتينيوس ليرنينغ كيفاش باش يبقى ديما وهو يتعلم مهما يراه حاجات جدد يبقى ديما ياخذهم اون كونسيديراسيون ويبقى ديما يتعلم ويبقى ديما يعمل في ميزا جور لروحه برمي من الحاجات انه باش نمشي نعمل اونترانمون اترافير ديجيتس ومن بعد باش نبقى ديما مربوط بهكا الداتا سيت نتاعي وقت انا باش نمشي نعمل الديبلويمنت في وسط الكارتة اونفان الكارتة باش تكون عندها ريسورس نتاع انفورماسيون نتاعها هي اللي هي الكاميرا اونفان اترافير الكاميرا هذيك باش نبقى ديما نعمل في الكوليكسيون نتاع الداتا باش نبقى ديما من هكا لي زونفيرونمون جدد لي روبو نتاعي ولا لونجون نتاعي باقي يرا فيهم باش يبقى ديما يتعلم باش يبقى ديما يعمل في دي ميزا جور على لي باز دي كونيسونس نتاعو حتى وين يبقى ديما يوصل للي ريزولتا مخير
يبقى ديما هو يحسن هو يحسن هو يحسن في الموديل نتاعو في الريت نتاع الليرنينغ بكوا اترافير دي زيماج جدو اترافير دي داتا جديده تخلق لي سيمولاسيون كيف نجمو تعملوه فما حاجه اسمها راس روبوت اوبريتنج سيستم هذايا هو اللي باش يعطي القدره للاجي اكس نتاعنا ولا الراسبيري باي نتاعنا انها تنجم تولي تتعامل مع انواع معينه نتاع لي سنسورز خلينا نفهموا في حاجه بار ديفو الكارت نتاعنا ولا الروبو نتاعنا ولا الطياره نتاعنا راهو مش من نهار امس باش تجي تحط لها كاميرا باش تقول لك باهي صافا هذايا كاميرا تعطيني داتا كيف ما احنا خلينا بي سي جديد باش نخلو له اندريمون خاطر باش تحط الكابل نتاع الاندريمون ديريكت باش تخدم لازمك تصب لها لقيا نجمو تقولوا انه هذه هي سامحوني انه هذه هي الفيديو هذيك الكبيرة نتاع لي بيلوت نتاع لي بيريفيريك ولا نتاع لي سنسورز ولا نتاع لي فونكسيون افونسي اللي خاصين باللي روبو كاينها كوش نصبوها فوق لينوكس حتى لوين يولي لينوكس مع الراس ينجم يفهم شنو معناها هذي الكاميرا وينجم يعرف يتصرف في هذاك لي كاميرا هذوك دون بوان دو فيو جيستيون هاردوير ينجم يعمل ما اكثر انه ينجم يعاوننا في لي سيمولاسيون نتاعنا نجم نبني عليه انفيرونمون صغير نتاع سيمولاسيون وديما نعاود نقول انفيرونمون صغير نتاع سيمولاسيون ونشوف فيه الروبو نتاعي كيف باقي يتصرف إذا هو يبني لي انفيرونمون كبير برشا 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 نجم ادرافير ليزاك نبني ولا نعمل سيمولاسيون نتاع تكنوبول كامل ولكن في وسط الكازيبو هذايا اللي هو سيمولاتور نتاع راس ما نجم نخدم كان الصالة هذي أكا هو بالكراسي اللي موجودين في سطح ديما الفرق لهنا نتاع القدرة على الكالكول والقدرة على الرندرينغ جرافيك واتس نكست شنو هما الحاجات اللي نتصور انتوما تحبوا تعملوا عليهم طلة ولا لي ريسورسز اللي انتوما تحبوا تاخذوهم نجمو تلقاو لي ريسورسز نتاع الانفيديا ايزاك والا الانفيديا جاتسون والا كو سوسوا بابي سيانتيفيك تخدموا تقبل على لي زوتونوموس ماشينز اترافار لا فامي جاتسون ميم سي حتى لي زالغوريثم باهي كان نحلو بارونتيز صغير وقت اللي انتم تحبوا تمشيو وتعملوا دراما اترافار الكاميرات تنجم تتبع كياس وتعرف روحها هي وين شنو باش نخدموا نمشيو نخدموا موديل من الموديل نتاع لي ستاندرد اللي هما لي كونفولوشنال نيورال نتورك هكا ولا ولكن بالنوعية هذه العادية نتاع لي سي ان ان وبالتالي نتاع لي كونفولوشن اللي موجود فيها ما هيش باش تكون قادرة انك تعمل تاش سوفيستيكي هكا سو لازم تبي نمشي نعاود نعمل موديفيكاسيون على الريزولت نوران نتاعي حتى لوين تولي تفهم شنو معناها ايماج حتى لوين نجم انا نعمل سيجمونتاسيون على الايماج ونوري اترافير لي زيماج هذوكم الكياس اللي الدرون نتاعي تبقى تتبع فيه الارشيتكتور هذيا اللي تعمل سيجمنتيشن بالطريقه هذه وتخلي طياره تطير وحدها وتتبع في كياس اسمها تريل نت سيجون ارشيتكتور اوبن سورس مع بابي سيانتيفيك نجم نتعامل عليها طلع اترافير الليان هذيا باللي ريسورسز اللي موجودين سينو يعطيكم صحة سامحوني طولت عليكم وكسر لكم ريوسكم برشا حاجات جديدة والله نعرف ما سي عندكم أي نوع تاع سؤال ما حفظتي بيان فلو نجم نبقى نحكيو فيهم تعشية كاملة كهرباء ما نعرفش